عليكم بلاس، كراكم لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. غبرت عليكم البنات، ها اللي كان شادني عليكم. كانت عندي واحد الطلبيه ديال الحلويات بواحد المناسبه ديال الخطوبه، داكشي علاش راني ما نزلت حتى شي فيديو، وبغيت نشارك معكم البنات هاد الحلويات اللي درت لهاد الطلبيه. اول حاجه البنات بغيت نشارك معكم الطلبيه ديال حلويات اللوز. ها نتوما كتشوفوا درت الارابيسك والشميشه، هاد جوج انواع هما اللي درت ديال حلويات اللوز. الارابيسك البنات هانتوما كتشوفوا الحليوات ما مفقعين ما منفوخين ما خارجه ليهم حتى شي حاجه، كيف ما حطيناهم بقاو. ودرت البنات الشميشه، هادو البنات درتهم في الحلويه ديال اللوز. نتوما كتعرفوا هاد المول ديال الحلويات ديال الارابيسك كيكونوا فيه بزاف ديال الشكيلات، وانا اختاريت هاد الشكيل هذا. هذا مكان البنات، كنتمنى انه يعجبوكم هاد الشكيلات هادو وينالوا الرضا ديالكم ويجيوكم مزيانين. نتوما كتعرفوا حلويات اللوز ضروري تكون في اي مائده ولا في اي حفل ديال يا اما الخطوبه يا اما العقيقه يا اما عرس اللي كان. هذا مكان البنات، نخليكم مع الصور. البنات البلاطو الثاني ديال الحلويات ديال اللي ما فيهمش الدقيق، الحلويات البارده. وحنا اختارينا في هذا البلاطو هذا اختاريت واحد الحلويات اللي باقا جديده، عاد نزلت جديده باقي ما متداولاش عند الناس ديال يوتيوب كاملين. هي واحد الحلويات برازيليه كنصايبوها غير من الحليب المحلى ومن لا كريم فريش وواحد الاضافات. الى عجبتكم البنات هذه الحلوه غادي نقدر ندير لها فيديو نشاركها معكم، رائعه جدا. انتم كتشوفوا هذه مفنده في اللوز كونكاسي محمر، هذه بالتزيين ديال عجينه السكر. وهذه البنات هذه داخل فيها بودره اللوز، هذه داخله فيها بودره اللوز في العجين، وداخل فيها الكوك وداخل فيها سميتو البيستاج، يعني واحد المجموعه من الفواكه الجافه اللي عطاتنا هذا البلاطو هذا. ملي نتوما كتشوفوا انا هنا في هاد الطلبيه هذه اختاريت ندير كل بلاطو ديال حاجه، ما بغيتش ندير بلاطو واحد نخلط فيه كل شيء. بالعكس هنا كما كتشوفوا درت البلاطو ديال حلويات اللوز، وهنا البلاطو ديال بونبونيس او حلويات بدون دقيق حلويات بارده، وهنا درت الحلويات ديال الدقيقه البنات. درت الهلال مخدوم باللوزه البنات، درت هذيك الغريبه ديال الكوك والسميد ونسلي، ودرت المعمول ديال التمر. هانتوما كتشوفوا كنتمنى هادو حتى هما حلويات الدقيق، هما هادو حتى هما عزلتهم درتهم في بلاطو بوحدهم. وهنايا عندي الصابلي اختارينا لاتيم ديال القلب، ها هو هذا. وداكشي اللي شاط ليا من المعمول درته هنا، لان انا درت 20 حبه من كل شكل. هانتوما كتشوفوا البنات هادو هما الحلويات اللي كانوا شاديني عليكم باش ما درتش فيديو حتى كملت الطلبيه. غتقولوا لي علاش ما صورتيش لينا نور فاش كنتي كتصايبي؟ ما نقدرش صراحه الله، انا عندي طلبيه وما كانش عندي الوقت كثير، وخاصني نوجدها في اقرب وقت. يعني الا جيت نصور الفيديو وندير المونتاج داكشي بزاف، قلت حتى نصايبها كامله ونشاركها مع الاخوات. هكا نشاركها معكم البنات، وديك الساعه اللي عجبو شي شكيل وبغى يتعرف على المقادير وطريقه التحضير يخليها ليا في الكومونتير، وما عليا الا نلبي الطلب ديالكم ونديرهم لكم البنات فيديو. هذه ضروري غنديرها لكم فيديو لانها حصريه وباقا ما متداولاش في اليوتيوب. يلا متداوله في اليوتيوب البرازيلي واليوتيوب ديال سود امريكانوس، ولكن اليوتيوب المغربي والعربي باقا ما متداولاش بزاف. دايرها واحد الاخت ما عرفتش منين صافي، اما اليوتيوب العربي المغربي ولا الجزائري باقي ما متداولاش. هذه قلت لك هذه متداوله في اليوتيوب البرازيلي لانها حلوه برازيليه، وهذه راه غنيه على التعريف البنات. وكنتمنى ان نكون عند حسن الظن ديال السيده اللي طلبت لي هذه الحلويات هادو. ولا عجبوكم البنات خليولي لايك
خليوا لي تعليق، ديروا لي جيم، راه رايك يا جيم. شجعونا البنات صراحه الله. طلبيات ديال الحلوه انا شحال هذا ما شديتهمش حيت كان عندي العجز، العجز شويه، ولكن هاد الطلبيه هذه طلبيه ديال واحد الانسانه عزيزه، ما عادش نقدر نقولها لا، وكنتمنى انها تعجبها وتروق الرضا ديالها. هذا ما كان البنات، هادو هما الطلبيه الاخيره ديالي، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم. نخليكم البنات مع الصور والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، كنتم مع قناه مدام نور وفقره حلويات.